يا الله، حقا أيام جمعة المحبين على مائدة واحدة، جمعة القلوب رغم اختلاف الألسن واختلاف المشارب واختلاف أوطانهم، أيام جمعت بينهم على لقمة واحدة، وقد تكون على تمرة واحدة تقسم نصفين. هذا هو دين الإسلام، هذه هي سماحة هذا الدين العظيم التي لا تفرق بين عربي وأعجمي، الفرق بينهم في التقوى. الله سبحانه وتعالى هو من يعلم كيف تكون التفرقة بينهم، لأنه هو رب هذه القلوب ورب هذه الأفئدة. الكل هنا سواسية، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا غني ولا فقير، هدفهم كلهم واحد. جاءوا موحدين لله الواحد الأحد، جاءوا تحت راية واحدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. موسم عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. واستقبلنا ليلة مباركة، ليلة عيد الفطر المبارك، فنهنئ جميع المسلمين بقدوم هذا العيد، العيد الأصغر للمسلمين، ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير. وأذكر نفسي وأذكر كل المسلمين بأن هذه الليلة قد شرع الله سبحانه وتعالى فيها عددا من الشرائع، ومنها إخراج زكاة الفطر، فهي فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، كما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو من قوت أهل البلد. كما يحسن كثر التكبير لله سبحانه وتعالى، فيسن في هذه الليلة وعلى مدى ثلاث ليال كثرة التكبير لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. التاريخ وجدتنا من أتمام فمن اللهم عدنا بحبك وجودك وكرمك وإحسانك بالقبول والإجابة. اللهم إنا نسألك القبول، ونسألك أن تستجيب منا الدعاء. هذه اللحظات تقام صلاة المغرب. يا رجل ولا هذا بيرس.